كلا بهدوء. هيا، لا يزال هناك طبق آخر. الجدة هي أفضل طاهية في العالم. يا أحبائي، الجدة أصبحت كبيرة، لذا يجب الاعتناء بها. نيو نايتين، بصفتك الأخت الكبرى يجب أن تعتني بالجدة. فهمت. سوف أذهب للعمل. كوني حذرة، تعال يا بني. جدتي ارتاحي، أنا سأغسلها. على رسلك، أحب أعمال المطبخ. على الطاولة يوجد خوخ لذيذ، قمت بغسله جيداً. اذهبي وكلي مع أخيك يا ابنتي. هيا يا عزيزتي، لا تقلقي. جدتي، ما الذي تغسلينه؟ هذا الوعاء الحديدي صدئ بسبب قلة استعماله، أقوم بغسله لأرى إن كان بالإمكان استخدامه لاحقاً. أختي، ما الذي تبحثين عنه؟ جدتي، أسكبي عليه خميرة الخبز والخل الأبيض. رائع، اختفت عنه بقعة الصدأ. شكراً لك يا ابنتي. اليوم صباحاً علمتني حفيدتي الرائعة كيفية تنظيف الوعاء عن طريق الخل وخميرة الخبز. جيد جداً نيو بن بن، عليك التعلم من أختك. لم تعرف ذلك إلا عندما بحثت في هاتفها. البحث أمر رائع أيضاً. سأريك جدتي، بعد إدخال السؤال الذي نريد ننقر فوق البحث، حينها تظهر العديد من المقالات. رائع، هناك كثير من المعلومات. من الذي كتبها؟ أمي، هذه مقالات نشرتها وسائل إعلام على المنصات، وإذا رغبت سأعلمك تصفحها. يا للروعة، في الماضي كانت الحياة صعبة، كنا نحصل بصعوبة على المعلومة. أما الآن بفضل الهاتف المحمول يمكننا معرفة أي شيء. في مساء الليلة التالية. أهلا، اشتقت إليكم، مؤكد تشعرون بالجوع، دعونا نأكل على الفور. لكن لماذا ترهقين نفسك هكذا؟ أريدك أن ترتاحي. ولدي، لا تقلقا، أنا بصحة جيدة. قرأت اليوم الكثير من مقالات الإنترنت، أعجبني الأمر كثيراً. المعلومات التي قرأتها زادت ثقافتي، شعرت بالسعادة ولم أشعر بالملل. جدتي، أنت الآن لست أفضل طاهية فحسب، بل أصبحت خبيرة في الإنترنت أيضاً. بن بن، عليك أن تأكل البصل. لكنني لا أحبه. لا تقل هذا، يمكن للبصل أن يقتل فيروس البرد. هل له مثل هذه الوظيفة؟ هذا ما كتب في المقال، قلت لكم قرأت كثيراً اليوم. ركزت في البحث عن أصناف الطعام، وقرأت أيضاً عن الأصناف المقلية. الأكل المقلي يسبب الحصى. يا إلهي، لن أكل منها مرة أخرى. ولا أنا أيضاً. لا تكونا أحمقين، الجدة لم تقل الامتناع عنها. هذا صحيح، لا مشكلة في تناولها، ولكن علينا عدم الإكثار منه، ويجب علينا ألا نتناول البيض وحليب الصويا معاً، لأنهما يسببان سوء تغذية. قرأت أيضاً عن الخيار والطماطم وعن الجزر. تفضلا يا حفيداي، هيا حضرت لكما هذا. ما هذا؟ ماء القرع المر، غليته للتو، قيل على الإنترنت إنه يقوي جهاز المناعة. عليكما شربه، والدكما شربه صباح اليوم ولم يمارس. هذا صحيح، لقد حضرته جدتكما بعناية، اعتبراه مشروبا صحيا. مشروب سيء الطعم. لا أريد شربه. حسناً، بالمناسبة رميت علبة القهوة لأن الإكثار منها مضر جداً ويؤثر على صحتك. إذا شعرت بالتعب اشرب من هذا. من قال لك هذا؟ لم نكن نحن يا أبي. ما الذي تتحدثون عن؟ أمي. أصبح كل شيء ضاراً فجأة، لا يسمح لنا بأكل شيء. المقالات التي قرأتها كتبها خبراء موثوقون. خبراء موثوقون؟ أجل صحيح، لا يمكنكم إهمال أجسادكم بهذه الطريقة. أبحاث الجدة أصبحت فظيعة جداً، علينا التحدث معها بشأن ذلك. أحبائي، أين أنتم؟ نيو نايتينغ، نيو بن بن، تعاليا. اشترت الجدة لكما شيئاً جيداً. ما هذا يا جدتي؟ علينا الحفاظ على صحتنا، هذه يمكن أن يشربها الكبار والصغار. لكن من أين اشتريتها؟ تم نشرها
على الإنترنت. هذه المرة لم أنزل إلى السوق، تسوقت عن بعد. لكن اشتريت منتجات صحية عبر الإنترنت؟ هل هذه الأشياء تلبي معايير السلامة؟ أجل بالطبع، رأيت الكثير من كبار السن يشترونها وجميعهم أشادوا بها. يقوم التجار بالترويج لهذه المنتجات. ماذا لو كانت عملية احتيال؟ إذا كنت تشكين في صحته، لا مشكلة، سأعطيه لحفيدي. أبي، أصبحت جدتي مهووسة بالبحث عن المقالات. إنها تتقدم في السن وتصدق جميع المعلومات المنشورة، واجبنا إرشادها ومساعدتها في الموازنة. لكن كيف سنفعل هذا؟ فلنصبح نحن الخبراء الموثوقين. ماذا تفعلين؟ بما أنها تميل لتصديق هذه المعلومات، فماذا لو سجلت حساباً جديداً وأصبحت خبيرة في الصحة لإبعاد الجدة عن المحتويات الخاطئة؟ وماذا لو اكتشفت ذلك؟ حسناً، عندها سأتحدث معها، لا داعي للقلق. نيو نايتينغ، لديك مهمة، أنت مسؤولة عن معرفة الأخبار التي تشاهدها الجدة، أبلغيني بها لنجد الحل المناسب. أمرك أمي. أمي، عن ماذا تبحثين؟ لن تصدق، لم أكن أتوقع وجود أطعمة وفواكه غير آمنة. أمي، لدي صديق متخصص في البحث عن أنماط الحياة الصحية المتوازنة، كتب العديد من المقالات وهو مشهور جداً. حقاً؟ أريني بسرعة. اسمه البروفيسور وانغ، يهتم بصحة كبار السن، متخصص بالحياة اليومية، ويقدم أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت للناس العاديين. حقاً؟ سيكون ذلك رائعاً يا بني. وفي الأسفل معلومات الاتصال به. جدتي، قلت سابقاً لا يمكننا أكل السبانخ والتوفو. لا، البروفيسور وانغ قال العكس، رغم أن سلق السبانخ مع التوفو سينتج حامضاً غير مفيد. حسناً، اسلقي السبانخ وتخلصي من مياه السلق. هذا ما فعلته، والطماطم والخيار أيضاً مفيدة، لأن كليهما غني بالمركب سي، لهذا لا بأس من تناولهما. معلوماتكم مدهشة، هذا ما قاله البروفيسور وانغ. نحن فريق البروفيسور وانغ. أمي، يبدو أن خطتك ناجحة، جدتي لا تشك بشيء على الإطلاق. أنا أثق بمعلوماتي، وكل ما أفعله هو تبديد تلك الإشاعة. أريد أن أصبح كالبروفيسور وانغ. اذهب بعيداً، لا يمكنك تبديد الإشاعات، أنت صغير. جدتي، جدتي، من الذي يبدد الإشاعات؟ يبددها؟ تصبحين بروفيسورة حين تبددينها. بنبن، تريد أن تصبح بروفيسورة؟ أجل، مثل أمي. بنبن، من قال لك إن والدتك بروفيسورة؟ أختي قالت هذا، والدتي هي البروفيسور وانغ، وأريد أن أصبح مثلها. ما الذي حدث؟ الجدة غاضبة جدا. حقا، لم أفكر مليا في هذا، لذا لا تغضبي مني. نحن قلقون عليك، ولم نكن نريد الكذب. لا عليكما، لست غاضبة منكما، لكنني أشعر بالملل حين تذهبون إلى العمل والأطفال إلى المدرسة. أقوم بالقليل من التمارين، وبعدها أستمتع بقراءة المقالات على هاتفي. كما ترون أتقدم في السن، والشيء الوحيد الذي يهمني فعلاً هو الاهتمام بطعامي وصحتي، لذا حين أجد شيئاً أحب أن أشاركه مع حفيدي. معدتي تؤلمني بشدة. حبيبتي، سلامتك يا صغيرتي. معدتي أيضاً تؤلمني. لابد أنه منتج الرعاية هو السبب. يا إلهي، أنا قلقة. لا تقلقا، سنأخذكما إلى المستشفى. المرحاض، أريد الذهاب إلى المرحاض. ابتعدي، أريد الدخول. لا أفهم ما الذي يحدث هنا. كان إنذاراً كاذباً. أكلتم الكثير من الخوخ فأصبتم بالإسهال. نلوم الجدة أيضاً، جعلتهم يشربون بعض الأشياء الغريبة. من الآن لن أثق أبداً بالمعلومات الموجودة على الإنترنت. لا بأس يا عزيزتي، اسمعي، بعض مصادر هذه المعلومات مجهولة لنا، من السهل تضليلنا إن وثقنا بها. يصعب على جيلنا اللحاق بوتيرة الحياة الحالية.
لقد فاتتني الحدث. لا تقولي هذا، أعدك سنحدثك عن معلومات أكثر. لن أشتري أي شيء يؤكل عن طريق الإنترنت. كم أتمنى لو لدي عدة أجساد، أحدهم ينهي الواجب المدرسي والأجساد الأخرى تأخذ مغامرات من الجبال إلى البحار، يكون وقتي حماسي. أخيراً انتهى الفصل الدراسي، نلعب نمرح نتأرجح نحن الأصدقاء، نتشارك الحلوى وبعض الأشياء، فلتدوم الصداقة بيننا. هذا ما أتمنى. تصبح سعادتي أكبر يوما بعد يوم، مرتاح.